بإمكان المهتمين الآن بماهية الموت في الصين أن يشبعوا فضولهم من خلال المشاركة في لعبة خاصة تدعى إيقاظ، والتي تعتمد على معايشة الموت بتقنية رباعية الأبعاد. الموت يكون في سرير فرن محرقة باستخدام مؤثرات خاصة تمكن المشارك من عيش تجربة تشبيهية للموت. وعلى العكس تماما، اللعبة تمنح فرصة معايشة لحظات الولادة. هو شعور مثير للاهتمام حقا، وعلى الأقل يمنح فرصة الهدوء والاستسلام لبعض الأفكار العميقة والتفكير في بعض من مشاكل الحياة. أعتقد أن هذا الشعور مختلف. خلال الدخول من هذا الباب تواجه بعض التغييرات في العقلية الخاصة بك، حيث تصبح مختلفة عما كانت عليه قبل الدخول. إنه شيء عظيم حقا ومفيد جدا، يقول هذا المشارك. المشاركون يصوتون على الضحية باستخدام قرص، كما يقومون في إطار هذا البرنامج بكتابة كلماتهم الأخيرة على شكل وصية قبل الموت.